بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه. وعلى أهل بيتك المظلومين، فاز من اعتصم بحبلكم، ورزقنا الله شفاعتكم، إنه سميع المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. قيل وما كانوا يعبدون؟ قال يصلون إلى البيت وعلى دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به. وفاء وحبا لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، أن نذكر أباه، أن نذكر أبا طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. من الشخصيات التي اختلفت فيها مو أقوال، لا، اختلف القولان، اثنين، والقولان متناقضان بالتناقض الكلي. اي ممر الأقوال قد تجمع وقد تفصل، لكن صناعة النهج الأموي، صناعة الإسلام الأموي، جعلت القولين في أبي طالب لا تفصيل ولا جمع، وإنما قول واحد، ما بها لو منا لو منا. شوف الصناعة شلونها، شنو يعني؟ القول الأول، أبو طالب وصي من أوصياء إبراهيم، هاش كبرى هذا، أبو طالب ما عبد صنما، أبو طالب يصلي إلى البيت قبل الإسلام، أبو طالب متمسك بدين إبراهيم قبل الإسلام، هذا قول. قول الثاني شنو؟ القول الثاني، أبو طالب في مو في جهنم، في قعر جهنم. هاي شلون تجمع وياك؟ شلون هاي؟ في ضحضاح من نار يغلي دماغه،
ذنين جمعين ما ينجمع ذن يسوي لهن. هاي الصناعة الأموية. جاءت الروايات المفتعلة وين؟ في شخصية علي أبو حسين. شو أقول؟ الجراحات من كل جانب، سواء كان جراحات مادية أو معنوية. علي بن أبي طالب كل جروح، كل جروح. من جملة الجراحات التي أصيب بها ابن أبي طالب هو الطعن في شخصية أبيه أبي طالب. ما يصير بس أبو سفيان يا صوت. شوف شون قوة منا أبو سفيان، منا منه أبو طالب، منا معاوية، منا علي ابن أبي طالب، منا يزيد، منا الحسين ابن. يا سبحان الله شون تخطيط يعني محترم واقعا. يعني الإعلام هالشكل، تشذب هالشكل، الفعل هالشكل، إيش قد يحتاج تعب إخواني وأعزائي. زين، فمن جملة الطعون التي وجهت هو على كل حال أن أبا طالب مشرك كافر. ومن جملة الآيات والروايات التي استدل بها على كفره وعلى شركه، سأذكر واحدة اثنين أنا والوقت. وإحنا منه بسم الله الرحمن الرحيم، سورة التوبة آية 113: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية واضحة؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لمن؟ للمشركين، حتى لو كانوا قرايب، حتى لو لأولي القربى. زين، شنو سبب النزول؟ سبب النزول هذا إخواني وأعزائي، بالنسبة إلى إخواننا أهل السنة، إذا أردت الروايات اللي تفسر القرآن جامعها منه جلال الدين السيوطي 911، اللي جامعها من هو؟ جلال الدين السيوطي، الدر المنثور. أما بالنسبة لنا لو البرهان المحقق البحراني، لو نور الثقلين. زين، هاي الروايات. أما الأقوال، الفخر الرازي الشافعي عملاق مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، فخر الرازي هذا جامع الأقوال. زين، فالدر المنثور جزء الثالث صفحة 282 بالك يمي، يروي هالرواية في سبب نزول هالآية، يا آية ما كان للنبي، عن من؟ عن سعيد ابن المسيب. شو يقول؟ يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني عند احتضاره، دخل النبي عليه السلام عليه فوجد عنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية قاعدين يم أبي طالب، فالتفت رسول الله قال: عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله حتى أحاج بك، لا أحاج بك بك إلا بها إلى الله. النبي لما يقول له قول، أبو جهل يقول له: لا تقول، لا تقول، لا تقل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ خلص. فالنبي يقول له: قول لا إله إلا الله، دول شو يقولون؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالنبي ظل يلح وظلم يلحون إلى أن مات أبو طالب، يعني حسب الرواية ما قال لا إله إلا الله. فش قال النبي صلى الله عليه وآله؟ لا أستغفرن الله، لا شوفوا الترتيب شلون باوع في الترتيب، لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنا ضاع أستغفر لك ما دام الله ما ينهاني. يقول فنزلت الآية. أسألكم بالله سماء أخوة، سألتوا هم عندكم عقول؟ هاي الرواية سجلتها
يظهر منها أبو طالب كافير بها كفور. قال له قول لا إله إلا الله. ذاك شي قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وين الكفر؟ الكفر وينه؟ سوى واحدة 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 واحدة. زين جلال الدين السيوطي ذكر هذه الرواية إخواني، أعطيتك المصدر دور المنثور الثالث صفحة 282. زين جاءت تنقل الرواية عن سعيد بن المسيب، هاي واحدة هاي واحدة، وهو من المنحرفين عن علي عليه السلام. هي هاي المصيبة إخواني. أنا أترك الرواية عن زين العابدين عن الباقر عن الصادق، من أخذها؟ من دول؟ هي هاي المشكلة. سيد جعفر حفظه الله في الصحيح من السيرة العاملي لما وصلت الخلافة وراحت منعوا تدوين السنة إلا لأشخاص معدودة، راجعوا أسماء معدودة لهم حق الفيتو في الكلام. إيه مو ياه كان يروي فلان 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 هو الذي يروي عن الرسول غيره لا. أحرق الكتاب ومنع من تدوين السنة. بلي أما الذي يروي السنة شخصيات أربعة أو خمسة ذول عندهم الجواز في الكتابة. سأعرف إيش يقولين؟ إذن فما يروى عن هؤلاء ويدون بالصحاح ينتهي الأمر واحدة واحدة. بعض المفسرين ناقشوا هاي الرواية. أتم اسمع سأقعد نقاش مفتوح، قد تقبل قد ما تقبل. أخي تسمع، واحد قال هاي الآية بسورة التوبة. الآية وين هاي؟ سورة التوبة. سورة التوبة نزلت سنة 9 للهجرة قبل وفاته بسنتين، يعني وين؟ بالمدينة مكة، بالمدينة في السنة 9 للهجرة. وأبو طالب شو قد مات؟ مكة وقبل الهجرة. هاي شلون تشبه هاي؟ كلامي واضح شو قلت؟ سورة التوبة سورة نزلت في السنة 9 للهجرة، أما أبو طالب مات في مكة قبل الهجرة. هاي واحدة. ثانية، هو أبو طالب لقربه، أكو بعض الناس ممكن يحبك ممكن يكرهك ممكن لا يحبك لا يكرهك، يصير له ما يصير؟ شلون يعني؟ إنسان ما أعرفك ما أعرفك ولا تعرفني، فلا أحبك ولا أكرهك، كل علاقة ماكو. لكن بالنسبة لأبي طالب الطرف الثالث ما يجي، إما محب وإما شنو؟ مبغض. كلامي واضح؟ ليش؟ لأن عمه وياه 30-40 سنة وياه، فما ممكن أن أبا طالب ما يعرف رسول الله ولا رسول الله ما يعرف عمه. إذن أبو طالب لو يحب النبي لو يبغض، لماذا؟ لقربه، لأن من عمه. فنسأل سؤال، إذا كان مبغضا كيف صار كفيله؟ كيف صار كن وراه ناصره؟ شلون يكفله؟ متربع على يده كما هو واضح. كل سير المسلمين شو يقولون؟ يقول الذي تكفل وساعد ونصر رسول الله منه أبو طالب. فإذا كان مبغضا كيف صار كفيلا؟ وإذا كان محبا كيف لا يستجيب له عندما يقول لعمي قول لا إله إلا الله؟ عدل له لا؟ ثم زين عندما كان كفيلا غير طول غير طول حياته له، من عمره 8 سنوات 10 إلى أن زوجه، كم سنة؟ 20 سنة 30 سنة، عدل أقل أكثر. هاي الفترة الطويلة قطعا أن رسول الله عندما يدعو الناس للإسلام من جملة الذين يدعوهم منه عمه، إذا كان كافر عمه شو اللي يعوفه؟ زين إحنا والرواية شو تبين؟ يتبين أن رسول الله أصر 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 على عمه، فعمه لم، مو هاي معناها؟ لم يستجب إلى أن دنت الوفاة وساعة الاحتضار. أسألك بالله لو قال له قل لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله تنفع؟ شو عقبيش؟ صار لك 30 سنة وياك أنت كافر ومشرك،
والآن ساعة احتضار، قد تصدر منا في حالة احتضار، والاحتضار إما في حالة وعي عدم وعي أو عدم قناعة. إخواني كلامي واضح ولا التفتوا؟ إذا إما محب وإما مبغض، هاي اثنين ثلاثة. أسألك بالله الشيء هذا هم قابل مناقشة، يعني هل من المعقول أن أبا طالب يتأثر بقول أبي جهل؟ يعني ممكن 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 بس بعيدة ثقيلة، يعني يعني أبو رسول الله ابن أخيه يقول له قول، وأبو جهل يقول له لا تقول، يتأثر بي وما يقول، ثقيلة على أصبعها. ممكن قابل للنقاش ولكن بعيدة، أنه رسول الله سيد الكائنات زين يقول له قل لا إله إلا الله، وأبو جهل وهالشيشولات القاعدة يقول لا تقول، ما ممكن. بعد أبو جهل إيش قال؟ قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ها يظهر الفنية، ما يكفي أن يكفروا أبا طالب، يردون يكفروا أبو طالب ومنه؟ هالشي بعد راح يصير. والحال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب مؤمن معلوم، فإذا ما نستكشف من الرواية أنه كفر أو شرك. كلام واضح أخواني؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب هو قال علي والله ما عبد أبي وجدي عبد المطلب صنما. واضح بعد شنو؟ وفي وسائل الشيعة خمس، في الوسائل خمسة من السنن، خمسة من السنن أخواني، خمسة من السنن أجراها عبد المطلب في حياته، المولى كرامة لعبد المطلب سنها في الإسلام. هاي فد معلومة متوجهي لك، أقولك خمسة من السنن عبد المطلب سواها بالجاهلية، المولى رتب حثبتها شو وقت بالإسلام. بعد إخواني وأعزائي، هاي الرواية مذكورة وين؟ قلت جزء الثالث صفحة 282. ها عن من؟ عن سعيد بن المسيب، بنفس الصفحة، بنفس الصفحة، بس مو عن سعيد وإنما عن علي عليه السلام، نفس المصدر. شو يقول؟ قال إن عليا سمع رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان. علي سمع واحد يعني يستغفر الأم والأبو، قال إيش قاعد يسوي؟ أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ ذاك ذكي جاوب، قال له سيدي إبراهيم استغفر لأبيه، إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه. يقول فمضى علي لرسول الله أخبره بخبر الرجل فنزلت الآية، ياهو ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أكو اسم أبي طالب؟ أكو اسم أبي طالب؟ خلص. شنو يعني خلص؟ ها يعني إذا كان أهل فن ذيك في أبي طالب، هاي في غير أبي طالب، إذا تساقط على أقل التقادير، تساقط راح. أنت ليش تأخذ، لماذا تأخذ برواية سعيد وتترك رواية باب علم مدينة رسول الله؟ علي مع الحق والحق معه، هاي مو سني وشيعي، هو نفس المصدر ونفس الجزء ونفس الصفحة، هاي شلونها؟ فإذا استدللت على شرك أبي طالب بالرواية الأولى أستدل على إيمانه بالرواية الثانية. ليش أنت هواك إيه هواي لا؟ هاي فيما إذا كنا إحنا والرواية، إحنا كلامنا مو يم الرواية، أبواب أخرى على إيمانه صلوات الله وسلامه عليه. زين الآية الثانية، بس أحكي واحدة، هاي الآية الثانية يأخذوها إرسال المسلمات، وهي إنك لا تهدي من أحببت، هاي سمعيها، إنك لا تهدي من أحببت. الملفت للنظر باوع، الملفت للنظر عن أبي هريرة وعن ابن عباس، شو يقول؟ لما حضر، ركز شوف الفن، لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل رسول الله، ما كمل ماكو داعي،
لان انا كل حاجي هاي ما كمل بس لهنا انا لهنا يمو انت يا فلان يا راوي مو ذيك الساعة قلت لما حضرته الوفاة الله شنزل ما كال للنبي تمام زين هنا هم حضرته الوفاة وهم دخل رسول الله شنزل انك لا تهدي مش عجب الشغلة ما تسوى هاقد ها ركزتوا بس ما افتهمنا لما حضرته الوفاة دخل رسول الله نزلت الآية الأولى لو ثانية لو ثينهن هاي بلا تطوالها قاعد أضغطها تقول الأولى في أبي طالب والثانية في أبي طالب أنا راح أسألك هاي لما حضرته الوفاة وهذه لما حضرته الوفاة يعني شلون حللها أستجر راح أصير أولا دخل رسول الله قال له قول لا إله إلا الله ما قال قول ما قال فما طلع طلع من طلع جت الآية يا آية ما كان للنبي عدل زين وراء ربع ساعة مو حالة احتضار رجع طبقا للرواية الثانية عمي قول لا إله إلا الله هما قال قول لا إله إلا الله هما قال نزلت الآية الثانية إنك لا تهدي تقبلها هو إنسان كافر هو إنسان مشرك خب آية واحدة تكفي والسلام لو هاي لو هاي عدل لو لا إذا كان كافر خو الآية الأولى تكشف عن كفري وفي ماله إيش دعوة جبرائيل رايح نازل يعني هكذا أن كفر وشرك أبي طالب هيك مهم عند الله بحيث ينزل الآيتين في آن واحد إسا مرة في أول عمره وآخر عمره بيها باب جواب مرة نص عمره بيها باب لا في عند احتضاره ونفس الكلام قل لا إله إلا الله بالأولى قل لا إله إلا إذن قطعا محل نظر كلامي واضح يولا قطعا محل نظر شوف شلون وبعد هو لما تجي إلى أبي هريرة أبو هريرة يحب علي هاي واحدة ثانيا أبو هريرة شو قد دخل للإسلام أبو هريرة دخل بالإسلام بالسنة السابعة للهجرة يعني بعد فتح خيبر سنة السابعة للهجرة أبو طالب شو قد مات مات مكة إذن كان لو ما كان بس قد يكون السابع ما أدري هو أصلا لا مكي ولا هذا يمني هو شو صارت هاي زين الرواية الثانية عن ابن عباس ابن عباس لما مات أبو طالب عمره 3 سنوات شلون يروي عبد الله بن عباس لما مات أبو طالب عمره 3 سنوات شلون تأخذ الرواية عن عبد الله بن عباس إلا اللهم تقول لي عبد الله بن عباس روى عن واحد من ذاك الواحد كلامي واضح يا لا أخواني إذن هاي مات ما تغف وهي طبعا الإشكالات الواردة على هاي ما بينتها يعني بينها في محاضرة أخرى زين الحديث الثالث هم ذاكر أنا وهذا همات إرسال المسلمات يسموه حديث الضحضاع مر عليكم هو هذا لما تروح للبقيع أبو طالب في ضحضاح من نار يغلي دماغه طبعا إخواني خلي أقول لك هذا الحديث خلي أعطيك مصدره وترتيبه شلون العلامة الأميني قدس الله نفسه في كتابه إيمان أبي طالب قال أخرج البخاري ومسلم وهنا للمصيبة هي الراوي منه البخاري ومسلم عن سفيان الثوري اسمع الحكي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي عمير على كل حال شخصيات عن من؟ عن العباس بن عبد المطلب العباس قال له يا عم يعني لرسول الله هو العباس عم النبي إن أبا طالب كان شوف العبارة إن أبا طالب كان يحفظ شوف المسألة شلون إن أبا طالب كان يحفظك وينصرك فهل نفعه ذلك خلص بس هالعبارة تتأمل بيها كلها كذب القفتوها لو لا
تشذب وين الغلط؟ قبل ما أبين الجواب، يعني جواب رسول الله، أعيد السؤال. العباس قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحفظك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال لي إيه. وين المنفعة؟ هاي تكملة. وجدته في غمرات من النار. سويت له؟ أخرجته إلى ضحضاح يغلي دماغه. هاي المنفعة؟ أصل هاي ما يريد. أرجع من أول. إن أبا طالب كان يحفظك وينصرك. اسمع الحكي، شوفوا، كذب مصفط، صدق مخربط، أو بالعكس. إخواني وأعزائي، الروايات بالآلاف. من قضى حاجة مسلم، مو عندنا شيء ولا، من قضى حاجة مسلم، مو مؤمن، مسلم، من نصر مسلما، من فطر مسلما، من فطر مؤمنا، من قضى حاجة مؤمن يسر الله له أو فتح له 70 باب من أبواب الجنة، أو قضى له 70 حاجة. أسألك بالله، رجل ينصر مو مؤمن ولا مسلم، ينصر سيد الكائنات، يخلو بضحضح من نار؟ القفتها يا لا؟ قبل الجواب، انت يا راوي ذهن ما عندك؟ كان اتعس خلق الله، مو ابو طالب، في نظري قد اكون غلطان، اتعس خلق الله. لو نصر رسول الله، رسول الله ما يعرف يوم القيامة. ليش؟ لان رسول الله اكبر 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 من اي شيء، اكبر من المقابلة بالمثل، سيد الكائنات، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كلامي واضح ولا؟ فإذا كان حافظ لرسول الله وناصر لرسول، شلون يكون في ضحضاح أو في جهنم؟ السيد الخوي قدس الله نفسه، سيد الخوي في ترجمة المختار، مرة يذكر مال زرارة اللي بينته قبل كم ليلة. شغلة ثانية أكو، المختار ببحث، زين لو مو زين، بحث هناك العلامة المجلسي يقول أنا من المتوقفين، لا أقول منا ولا أقول من، متوقف. هناك من يقول أنه من المؤمنين، وهناك من يقول كيساني، وأنا هاي كلهم بينها بالتفصيل بينها. ولكن شوف رأي السيد شنو، السيد في المعجب تجي يقول، يقول المختار من المجيبة، يرجع لهنا أنا، وهو قال صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، هذا هو مسلم، ومن سرني سر القطع. ارد السيد يقول قطعا ان المختار ادخل السرور على على، ثبت المطلوب خلاص بعد ما يريد المختار زين لو مو زين، قطعا ادخل السرور على قلبي رسول. من سر مؤمنا سر الله، إذن من سر رسول الله، المولى شو يسوي؟ رسول الله شو يسوي؟ هذا المختار. إذن ما ظنك بأبي طالب وهو عم لسيد الأنبياء، عم لسيد لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. ولكن إخواني، أنا استنتجت من خلال حديث الضحضاح، ومن خلال رد أهل البيت لها الحديث، نقطتين. النقطة الأولى: أهمية أبي طالب وأهمية الدفاع عنه من جانب، ومن جانب ثاني قوة الإعلام الأموي. هاي كلامي واضح؟ فالنتيجة التي ننتهي إليها، ها لو تجي شقولا كم أفرض هاي الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة على كفر أبي طالب، فنقول هناك قرينة قطعية على إيماني، وهو إجماع علماء الشيعة من البداية إلى النهاية على إيمان أبي طالب.
كل الكلام عوفة كلب هاي. اجماع الشيعة، فقهاء الشيعة، وتعرفون فقهانا ما شاء الله، تربوا وتغذوا وتعلموا من مائدة الصادق عليه السلام تبع لأئمتهم. ما عندنا شيعي، ما عندنا فقيه من الفقهاء قال او شكك في ايمان ابي طالب. ثانيا روح لاخوان اهل السنة، مو كل اهل السنة يقولون بكفر ابي طالب، لا، وانما بعضهم يقول بايمان. واحد منهم اخواني، اذا الكم خلق تطالعون الالوسي، سامعين به الالوسي البغدادي الى ما تخل الذاكرة، الوسي كتابه روح المعاني، تفسير محترم، جزء العاشر صفحة 303. هذا الرجل سني الالوسي، ولكن كون على ثقة، عند عبارات في ائمتنا قد تكون ما موجودة عندنا. هذا شلون سني ما ادري انا، خلي اقول لك، الالوسي عند عبارات في ائمتنا سلام الله عليهم يمكن ما موجودة عند شيعة اهل البيت. شلون سني هذا ما ادري. واحدة منهم واقعا حلو لما يعطي اوصاف وخصائص لائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام لاهل البيت، لما يوصل لابي طالب يقول تقولون اجماع؟ لا مو اجماع. هو يقول ليست المسألة اجماعية، لا اجماع في كفر ابي طالب. الالوسي، اعطيتك المصدر، الجزء الاول صفحة 303. الفخر الرازي الشافعي يقول الآية هاي من أنك لا تهدي لا دلالة فيها على كفره لا من قريب ولا من بعيد، وللحديث له تتمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. من كان صاحب حاجة اللهم يسر أمره وشافي مرضاه واقضي حوائجه. شيعة علي خدمة الحسين أموات السامعين والحاضرين، الفاتحة تسبقها صلوات.